بأول فقراتنا لليوم بصدى الاغتراب عنا فنان شاب ما بقى ضيف هو لأنه هو من أعضاء البيت. نسمع صوته، نسمع موسيقته، نسمع الجينجلز يلي بي من ألحانه ومن توزيعه. شاب ولا كل الشباب، موهبة طلة وقلب طيب وأستاذ بالموسيقى بيعلم موسيقى. عم بحكي عن جان القسطى حبيب القلب. أهلا وسهلا فيك جان. يا أهلا وسهلا فيك بتشي، كيفك؟ أنا كتير منيح ومبسوط أنه لبيت دعوتي وقبلت تطلع معي اليوم، لأنه عندي كم سؤال بدي أسألك إياهن وكم مقطوعة موسيقية بدي مرقن على الهوى، حابب كتير 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 نحكي عنهم. بس قبل ما نبلش تفضل حبيب القلب. اشتقتلكن ونحن اشتقنا لك كتير. بس للمستمعين يلي ما بيعرفوا مين جان قسطى، أنت من وين وقدي صار لك بالاغتراب؟ أنا شاب من لبنان، من زحلة. اقتربت من لبنان سنة 2019 وصار لي 4 سنين هون تقريبا، وعم بدرس موسيقى أفلام بهوليوود. شو خصك أنت بال 1900 خيي؟ هيدا كتاب تاريخ أنت. عم تدرس موسيقى أفلام وبدك تعمل ميوزيك سكورينج للأفلام، كتير حلو. بس بنفس الوقت أنت وعم تدرس جان القسطى بلحن، بيوزع موسيقى وأغاني، وكمان بنفس الوقت بيعلم موسيقى، عزف الموسيقى على البيانو لتلاميذ ما بعتقد أصغر منك بكتير بالعمر، ما هيك؟ نعم، أنا بعلم كل الأعمار الصغار والكبار. في عندي تلاميذ مجوزين، في عندي تلاميذ أول مرة بحطوا إيديهم على البيانو عمرهم 5 و6 سنين. حلو. مين بتفضل تعلم أكتر، الصغار ولا الكبار؟ أنا بحب أعلم الكل الموسيقى، هي شغلة كتير بحبها، بحب وزع حبي بالموسيقى للكل. الصغار كل حدا له طريقته الخاصة بالتعليم، يعني أكيد بقدر أعلم الصغار غير ما تعلم الكبار، في طريقة بالفهم ما بيقدروا يستوعبوها هني الصغار. بس دايما هيك تحس مع الصغار هيك في هذا بيكونوا متحمسين أكثر. عند الكبار دايما في التيوري والأرم، بدك تفوت تغري بصرامة وبجدية، عرفتي؟ إذا في ناس بيحبوا يتعلموا هلأ موسيقى منك والعزف، كيف فيهم يتواصلوا معك جان؟ هلأ فيهم يتواصلوا معي على عبر شبكة التواصل الاجتماعي، في على تيك توك، على الفيسبوك، وعلى اليوتيوب فيهم يحكوني، وفي كمان يكون على الانستغرام عبر الكومنتس أو عبر الدايركت مسجز. كتير حلو. في عمر أحسن من عمر تاني حدا يتعلم دق الموسيقى على البيانو، أو من أكيد من أي عمر لأي عمر؟ أنا بالنسبة لي طالما بتحبوا الشغلة ومن قلبكم، أنا ما في عمر بالنسبة لي أبدا. يعني على عمري كمان في أتعلم بيانو شي نهار؟ أكيد أكيد، وقت اللي بدك بجي بعطيك لسون بارتيكوليا. خلاص جايب بيانو هلأ، وين البيانو؟ خلينا نعمل أوردر بيانو. جان انت وين بتحب تدق اكتر شيء؟ لانه شفناك عم بتدق على البحر على الشط، وشفناك بتدق بالبيت، وشفناك بتدق بمحلات لبيع الالات الموسيقيه كمان. اكيد انا لك بكل صراحه، انا وين ما اشوف بيانو بتقول ولد صغير فات على مدينه الملاهي، انا وين ما اشوف بيانو بروح بدق عليه وتركني ساعات وما بوقف، بالمطار، على البحر، بالبيوت، بيوت العالم اول مره فوت لعندهم بشوف بيانو، خلص انا هيدا عالم الخاص راح روح على البيانو. طيب فهمنا بدق بالأماكن العامة وبالأماكن الخاصة محل ما في بيانو، وإذا ما في بيانو كيف بدق شان؟ كيف بدق؟ معي بشنطتي الصغيرة، معي بيانو صغير وبوصله على اللابتوب، وكمان بدق عليه موسيقتي وباخده معي وين ما كان، معي بيانو صغير بورتابل بحطه معي بالشنطة. خلينا نسمع هالموسيقى وبعدين بدنا نخبر المستمعين وين تسجلت هالموسيقى، وين لحنا استاذ جان القسطى. نسمع سوا ونكفي. يلا
اجت المضيفة قالت لك ضب لها البيانو يا ابني بدنا نطير او كنتوا طايرين انت وعم بدق لها يا كيف؟ كنتوا طايرين بالطيارة ولا كنتوا بعدكم بالمطار؟ نو كنا طايرين كنا بالجو بالجو واجاك الوحي والالهام ولحنت هالمقطوعة الصغيرة وسجلتها بالطيارة مضبوط من وين لوين كانت الرحلة؟ كنا رحلة كنا مسافرين مع جورج نعمي راجعين من هيوستن عملنا نحن تور مع جورج نعمي عملنا كذا حفلة عملنا بأتلانتا جورجيا وعملنا ديربورن هايتس وكليفلاند وشيكاغو وبوستن هيدي كنا راجعين من هيوستن فكلهم نايمين على الطيارة وأنا لقيت معي إرادة معي اللابتوب ومعي الكيبورد صغير وطلع اللحن دراسة فقلت ليش لا طيب هيدا بدك تطوره وتطوله ولا بس هالقد وخلص؟ لا اكيد في طوره بس هلا بالوقت الحالي عم بشتغل على غير بروجيات لا الي ولا غير عالم كمان مثل ما بنعرف انه جان القصطة بالاضافة لتعليم الموسيقى مثل ما قلنا قبل شوي بلحين وسمعنا التلحين على الطيارة يعني ريد اي فلايت يمكن كلهم نايمين وانت واعي وعم بدق منيح انه ما سمعوا الصوت ووعيوا بس الموسيقى كتير حلوة خي من وين اجيك هالوحي ما بعرف Thank you. وبالإضافة لكل هيدا جان القصة هو من الموزعين الموسيقيين اللي كتير حلوين يلي كتير من الفنانين بيقصطوه يوزعلون الأغاني قبل ما يسجلوها ويطلعوا فيها على الهواء جان أنت بعرف عامل غنية يعني موزع غنية لعمك الحجة الأولى مزبوط في موسيقى هلأ في أغاني وألحان عم تشتغل على يوم بعد مش حاضرين تنسمعون للمستمعين مزبوط مزبوط في قصص كمان ما فينا نقولها مش عارف يعني. أنا رح أسكت خلص لأنه في إشي كتير أنا بعرفها وما لازم أحكيها يمكن لا تنحكى بس ما لازم نقول لمين اوكي مش رح نقول حق شيء بس اذا في مغنيين بدهم حدا يوزع لهم الموسيقى ما قلكن الا تتواصلوا مع جان القصطة الشغل معه حلو كتير هو من احلى الشباب واحلى الموسيقى بيوزع بس عم بجرب لقي غنية عمك غنية لعيد الميلاد لعيد ميلاد العالم ما هيك من احبابي احبابي ايه احبابي مبروك هاي هي الغنية تنسمع مقطع منه ومن كفي من توزيع جان القصطة يلا احبابي التم حوالي يقولوا لي مبروك وانا قلبي من الفرحة طاير وبحالي ملبوك احبابي التم حوالي يقولوا لي مبروك وانا قلبي من الفرحة طاير وبحالي ملبوك كملت فرحتنا وحليت دنيتنا كملت فرحتنا وحليت دنيتنا غنوا لي واتمنوا لي وقالوا لي مبروك خاصة جان من الفنانة ليندا النغم من سان دييغو عم تبعث لك تحية كتير حلوة وعم بتقول أهلا وسهلا عم بتقول إنه موسيقتك كتير حلوة Thank you so much جان
بعرف هذا السؤال يمكن ما بعرف إذا بكير أسألك إيه، بس رح أسألك إيه، وين بتلاقي حالك أكتر، بالتلحين، بتوزيع، بعزف الموسيقى على المسارح، ولا بتعليم الموسيقى؟ هلا لك، تعليم الموسيقى فينا نشيله من الكاتيجوريز، لأنه تعليم الموسيقى هي شغلة فيه أعملها، بحب أعملها لأنه بحب وزع الحب للموسيقى أو أنشره بين العالم، لأنه قد ما أنا بحب الموسيقى. بس كعزف أو حط أنا نفسي موسيقتي بشغل معين، أكيد أنا الجول الوحيد، الحلم بالحياة أني بلش وأقدر أعمل أفلام بهوليوود، أعمل موسيقى تصويرية، وهذا الهدف الوحيد اللي جيت فيه على أمريكا وعلى هوليوود، لأني بدرس أنا بهوليوود، أني أقدر ألف موسيقى للأفلام. هلا الكل شيء غير is an extra، وبالعكس I'm so grateful to كل الايفنتس وكل البرفورمنسز that I make، وكل العالم اللي بيطلبوني اني اروح عندهم بالبيوت او بالايفنتس تبعهم. I am very grateful and thankful for everything، بس my first and last goal بالحياة اني اصير كومبوزر بهوليوود. كتير حلو. على فكرة الموسيقى وانت عزفك الموسيقى، في لك تحية من أورنج كاونتي من أميرة شربيل، وبتقلك انه بعد ما سمعتك عم بتدق بمهرجان كنيسة مار يوحنا مارون بأورنج، انغرمت بطريقك عزفك للموسيقى وبالطريق بالنفس اللي بتحطه بالموسيقى. Thank you so much. يعني في مستمعين عم يتواصلوا معنا ويخبرون عليك كمان. الحمد لله. في ناس عم بيقولوا لي لازم اخذ نفس معك وما اسالك كل الاسئله الصعبه. عم بسالك اسئله صعبه شي جان؟ لا ابدا. طيب هلا بدنا نرجع نسمع موسيقى. عندي مقطوعه موسيقيه من سنه 2020، هيدي بعز الكورونا انت كتبتها. اسم الموسيقى، اسم المقطوعه Message of Hope، ونحن مزبوط. اليوم بحاجه اكثر شيء للامل. شو بتخبرنا عن هالمقطوعة؟ هالمقطوعة مثل ما انت قلت بلشناها بلشت فكرتها بال2020 قبل اول ما بلشت كورونا، وبلشنا نشوف الوباء كيف عم ينتشر بالعالم وكيف العالم بلشت تتخاف، ويعني لغة الموسيقى هي لغة عالمية، والكل بيفهمها وين ما كنت قاعد وين ما كنت على الكرة الأرضية، وهي اللغة الوحيدة اللي بتفوت على القلب، اللي أنا بقدر أكتر شيء عبر فيها أكتر من الكلام حتى. فأنا قلت إنه ليش لا، طلع معي هذا اللحن وبنشره، على القليلة بعطي شوية أمل للعالم. خلينا نسمع الموسيقى على أمل إنه يزيد أملنا بهالحياة هالأيام. يا رب.
ونحن هالايام بحاجه للامل بالموسيقى الحلوه والامل اكثر بالحياه، وان شاء الله السلامه عم كل العالم. يا رب امين. جان انت الحديث معك ما بينشبع منه، بدنا نحكي بعد شوي كمان. حبيب القلب اكيد. بعرف انه بتحب تعمل موسيقى للافلام، عم تشتغل مع مخرجين؟ بلشت تتواصل مع مخرجين تشتغل معهم على افلام، ولا بعدك عم تدرس الموضوع؟ هلا انا بعدني عم بدرس، بس في شورت فيلمز صغار عم بعملهم. هلا كافلام كبيره بدك تنطر. هون مثل بيي بيقول لي هون بلاد النطره اسمها، فبتحط اسمك والحظ كيف بيلعب بيكون لصالحك. بس لا I'm working on myself، وهيك افلام صغيره شورت فيلمز صغار مع students بالـ LA Film School، صرت اعملهم كذا كذا شورت فيلم، و I'm trying شوي شوي عم نكبر الموضوع. ما في أفلام صغيرة حبيبي، كلهم أفلام مهمة، وأكيد من هالشباب اللي عم تشتغل معهم، الشباب والصبايا اللي عم تشتغل معهم قريبا جدا رح يكونوا على السجادة الحمراء بالأوسكارز، عم يحصدوا هالجوائز الكبيرة، وإن شاء الله أنت كمان تكون بيناتهم عم تحصد هالجوائز الحلوة إن شاء الله. يا رب بيض الحلم يا بطشي. وكمان ليه ما منعرفك على تنقول مخرجين عرب موجودين بكاليفورنيا وعم بيعملوا أفلام، ليش لا؟ أكيد أكيد أنا بتمنى. خلاص نحن لها. سألت أول واحد بعزمك على الأوسكار. هو أنت حبيب القلب. جان المستمعين يمكن ما بيعرفوا، أنا تعرفت عليك من 3-4 سنين يمكن. كنت بعدك جاي جديد سنتين مصبوط، بعدك كنت جاي جديد على أمريكا، وأول وصولك تعرفت عليك ولأنه بعرف عمك الحاج نقول القصة تحية لألو، ما بعرف دخلت على قلبي دغري حبيب قلبي. هلأ صرت بحبك أكثر من عمك، هيدي قصة تانية بس ما تخبروا الله يخليك، تعرف السحلوية كيف. جان بدي أشكرك على كل شيء عم بتقدمه من أعمال حلوة، وهلأ بدنا نسمع آخر مقطوعة، بس قبل ما نسمعها بدي إياك تقول للمستمعين كيف يتابعوا على تيك توك جان القصة ويسمعوه عم بدق موسيقى ويتفرجوا عليه بنفس الوقت، وكمان على الانستغرام واليوتيوب شو الأسامي الهاندلز يلي فيهم يلاقوك فيها. يلا فأول شيء بدي أشكر كل المتابعين وكل المستمعين هلأ، لأنه عم بيجيني دعم وحب منهم بيعقد وكتير كبير، وأنا بتشكرهم من كل قلبي. فيهم كلهم يتابعوني على نفس الاسم على كل مواقع التواصل الاجتماعي جان القصة، على فيسبوك وتيك توك ويوتيوب وإنستغرام، وكمان على ساوند كلاود وسبوتيفاي وأبل ميوزيك نالراد نفس الاسم everywhere، وكمان على صفحة إذاعة جبل لبنان على الفيسبوك على طول جان القصة بس ينزل شيء بتكون على صفحتنا دغري كمان. Thank you so much. حبيب القلب جان. هلأ خبرنا شوي عن آخر مقطوعة سمعناها لألك، مقام. ما مقام مزبوط. المقام مقام هو يعني مثل تنقال إذا بدك لحن أو جملة. المقام هو الموسيقى العربية مرتكزة على المقامات. في مقام النهاوند، مقام الحجاز، مقام الزيتون البيات، في كذا مقام، ومن كل المقامات معمول الموسيقى العربية والأجنبية أكيد. فحبيت سميها مقام مع أنه ما فيها كل هالمقامات، بس الاسم هيك حبيته، وهي كيف بدي أقول لك اجتني شوي على السريع لأنه بقيت كان بدويني أعملها موسيقى جديدة وننزلها، فاسمها بي بيقول لي هيدي اسمها موسيقى الاستعجال. فعملناها وبيشمع ونص ونزلت، والحمد لله العالم كتير حبوها. على فكرة أوقات بريشر بتعمل عند الشخص يلي عم بيعمل موسيقى وأشياء تانية عم بيخلق، تنقول فن بيخلق أشياء كتير حلوة under pressure. الحمد لله أنا بيقولوا لي عايش على البهدلة. هيدا الشباب جون، هيدا العمر اللي عم بتعيشه هلا، وبنتمنى لك كل النجاح خيي، وبحبك قد الدنيا، ونسمع المقام سوا على امل انه نلتقي فيك قريبا جدا كمان جون. ثانك يو حبيب القلب. ثانك يو باتشي.